Alors, خدمت نفسي دوك في العقي سيدونيا كادر بالمديرية الجهوية للصحة دار البيضاء الكبرى. يعني هذا النهار هذا بمناسبة 8 مارس استدعتني الجمعية وعلى رأسها السيدة لطيفة مشور. يعني بحال هاد الناس اللي تيسهروا على إبراز النساء اللي تيعملوا في الخفاء، ويعني تفضلها يمكن أنا ووسط العيالات الأخرين المغربيات اللي كل وحدة في الميدان ديالها تتبذل مجهودات جبارة باش تخدم بلادها وتخدم نساء المغرب كيف ما يعني على كل ميدان هي تشرع فيه. ألوغ أنا من ناحيتي يعني ما جيت للتكريم وخا أنا غيقولوا عليا باقا صغيرة ويعني ما تنشوفش راسي خصني نكرم، مازال ما أديتش داكشي أنا باغية وعازمة نعطيه لبلادي ونعطيه لبنتي ونعطيه لخواتاتي، ولكن يعني جيت لرد الطلب ديال الإلحاح ديال الناس اللي خدموا معايا وعلى رأسهم غادي نذكره، وهو راجل وهذا علاش تنقول هذا حفل ديال 8 مارس ماشي غير للعيالات ولكن حتى للرجال، لأنه بدون الرجال اللي تيدفعونا ويساندونا ويوقفوا معانا. وما غنذكرش الزوج ديالي، ما غنذكرش الأب ديالي، غنذكر عبد الجليل السبوتي اللي معايا هو ك يعني سائق للوحدة المغربية المغربية، فيه شيفور فيه سند فيه تيوقف مع العيالات يصبرهم يشجعهم. يعني هادشي كله الكشف المبكر للسرطان الثدي. يعني انا تنشكره كامرأة لانه هاد الحق هذا ما هوش ديال الوزاره ولا ديال المجتمع المدني ديال اي مواطن مغربي، كيكون طبيب حالي ولا هو شيفور او كمواطن كمواطنه، يعني خصنا نجندوا جهودات باش نتعاونوا عليه ونتعاونوا باللحاد الشيفور هذا. يعني داكشي اللي تيدير انا كنت ملي كنت سابقه مسؤوله سابقه على الكونسير جهه الدار البيضاء مديريه جهه الدار البيضاء، يعني كنت نسهر على الدعم ديالهم على المواكبه ديالهم لانهم كيدعمونا في الخدمه ديالنا باش وزاره الصحه توصل الاستراتيجيه والهدف ديالها. مع الاسف دابا ما بقيتش مسؤوله على هذا البرنامج رغم اني سهرت عليه وعلى التركيز ديالو من 2010 حتى لدابا، ويعني النتائج الحمد لله اخر معطى يعني اجتماع كان جهوي كانوا الناس ديال الفنوياب السبب اللي ما خلاكش تبقى كانوا الناس ديال مؤسسة لالة سلمى الله يجزيها بخير لأنه بدلت وجه وصورة السرطان في المغرب، وكانوا الناس المديرين ديال الوزارة والمسؤولين الجهويين ديال الدار البيضاء، يعني رسأوا المدير الجهوي ديال الدار البيضاء أنه أنا نسهر على برنامج آخر. يعني أنا تنقول يمكن هذا حافز باش ندوز لحاجة أخرى، ولكن يعني كرد اعتبار واحد الشخصة أدت واحد المجهودات كنت يعني نتمنى يعطوني فرصه اخرى نزيد، لانه باقي تيبانوا لي نقاط الضعف باش هذا السرطان هذا انا ما بين وحده من النقاط اللي في البحر اللي بزاف مجهودات الناس تيتعاونوا عليه. والحمد لله تيشرفني هذا العام درنا 1000 عن طريق مؤسسه لالة سلمى الله يجزيها بخير اللي عطاونا الوحده المتنقله 1810 ديال الماموغرافي داروا كشفنا بهم ما يناهي 36 كونسير هذا العام بوحده في 2014. المستوصفات المرجعية ديال الكونسير 150 كونسير بنسبة 86% التداوي بداو، يعني هادو عائلات تنقضوا، هادو يمكن عائلات تتصارع عليهم، هاد النساء تنقضوا. والحمد لله أنا ناشطة وأديت الواجب ديالي ومستعدة نأدي أكثر، غير هو بمناسبة عيد المرأة راه خاصنا نعيدوا النظر للنساء اللي تيخدموا، خاص يكون الجزاء ديالهم بالتشجيع. يعني أنا تناشد كل مسؤول في وزارة الصحة أنه أنا أديت الواجب ديالي وتني يعني نلح أنه المجهودات خاص يكون يراعي الحس ديال النساء لأنه تنعطيهم استعدادات إن شاء الله. مؤخرا عندك شي مشاكل بينكم وبين المدير؟ الأسباب أنه هو جاب رؤية جديدة وقال لي صارحني، هو كان صديق قبل ما يكون مدير وصارحني قال لي أنت يعني بالجملة بالفرنسية اسمحوا لي تكنيكمون فوزيت اكسيلونت، ويعني تنشكرو بهذا ولكن بغيتك تدوزي هذا. قلت له واش أنا مخيرة؟ قال لي أنت مخيرة. ومني
اختاريت، قال لي مع الاسف ما بقاش عندك الخيار وغدوزي. انا ما تنشوف هذه معامله الناس اللي تعطيو. خاصنا مساعده الوزير تينادي بتشجيع الكفاءات، وخاصه سيدنا تينادي بتشجيع الكفاءات الشابه والكفاءات النسويه. وحنايا انا ومثال بزاف اللي ما باينينش، خاص التشجيع يكون بواحد الطريقه اللي حضاريه وبلي طريقه تحفظ للمراه هذا يعني عزز كرامه. انا قبل كل شيء مواطنه مغربيه وغنخدم هذه البلاد، وخا هذا المدير ما بغانيش الكونسير، انا مع هذا المجتمع المدني تنخدموا الكونسير والحمد لله. كمسؤوله كان المجتمع المدني يناهز 42%، انا جايه دابا هنايا وتنشوف 42% ديال لي كادياغنوستيكي عن طريق المجتمع المدني، عن طريق هذه الجمعيات الله يجازيهم بخير. كمواطنه تنشكرهم لانهم تحت ما تعرفهم الامكانيات ديالهم والصعوبات اللي تلقاو، وانا كنت بموضوعي مسؤوله اداريه كنسهل ملي تنشوفهم جديين يعني تعاونونا. وتا ليكيب ديالي على راسهم لي تكنيسيان، لا خديجه ولا صفيه ولا سي عبد الجليل، كانوا تيمشيو معاهم بعاد ويخليو وليداتهم الصبت والحد والشتا وفي البرد. ومجموع انحاء المغرب، حنا الوحده ديال الدار البيضاء هي اول وحده اللي كانت في المغرب عطات لنا مؤسسه الدار البيضاء، وهي اول وحده. وهذه الساعه هذه اللي عطات يعني نتائج جيده بشهاده رئيس يعني ديريكتور الدكتور قالي، اللي تنشكر كاع الفعاليات. الطلب ديالك الاخير؟ الطلب ديالي خصنا بهذا اليوم هذا يعني ما خصناش يبقاو الشعارات، خصهم يخرجوا للوجود، خصنا انصاف المراه، ما يبقاش هذا الشيء غير في الاوراق وناديو بها. خصنا حنا راه ما ولدوناش، ولدونا عيالات مغربيات وعندنا بنيتات، خصنا الا تنقولوا شي شعار نخرجوه للواقع. الا انا وحده اخرى درنا واحد العمل ماشي يقولوا لنا خرجي، سمحي لي خرجي، بس ما تنحترمش انا بعد، سمحي لي خرجي. انا مازال غنعطي في الكونسير وتنادي من هذا المنبر سيدنا، ويعني اي مسؤول واي مواطن عنده غير على هذه البلاد انا عطيت، ما تن يعني ما تن نتقبل شي واحد كمغربيه يقول لي حيدي. انا هذه بلادي وغنموت عليه وغنعطي عليه كمسؤوله اداريه ولا من غير مسؤوله. المهم انه انا الى ساهمت وديت واحد دعوه الخير ديال العيالات بفضل مجهودها ديال المؤسسات كوزاره وكفاعليه يعني ديال جمعيه مدنيه او كمسؤوله من يعني كوزاره الصحه، ان شاء الله يعني خاصنا الجهود ضافر، ولكن ما يعني ما بقاش تجاوزنا، خاصنا نتجاوزوا هاد المسائل ديال ما يمكنش تبقاي انت هنا. انا بغيت هاد المساله هادي تاع وزير الصحه، وزير الصحه استاذ ديالي وتنحترمو ديما قبل ما يكون وزير، وحتى ملي كنت صغيره تيعرفني وتيعرفني يعني تلح وتيعرفني راسي قاصح شويه ولكن على الحق. دونك انا ثقتي فيه كبيره بانه غادي يشوف هذا الموضوع هذا بواحد الشكل يعني اللي تهم اللي غيعود بالمصلحه بالنفع للمصلحه العامه وعلى المراه المغربيه وعلى المراه اللي مريضه. الاستاذ ديالنا الوردي قبل ما يكون وزير هو طبيب وتتهمه صحه المواطنه وتتهمه الموظفه المسؤوله اللي تتادي الواجب ديالها تيشجعها كيف ما كان كيف ما بقى دابا. يعني ما تنظنش هذه المساله هذه الا خدنا الخبر بها ما غادي يمشي ان شاء الله غير الدفاع عليا وعلى اي وحده بحال. كلمه اخيره بلادنا مازال فيها الخير. انا من عرفت عليا هذه الجمعيه صراحه بديت نقول انا الوزاره شوف كيف تعاملت معايا من بعد يعني اكثر من 2009 وانا تنخدم في هذا الشيء ديال الكونسير ولا في ليزورجونس، ولاني ملي جات هذه الجمعيه ما تنعرفهمش وكرموني بلادنا ماشي فيها بخير ربي كبير. شكرا.